مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهاردة ان شاء الله هنحلل الاعلان الرسمي لمسلسل مون نايت ونشرح ايه هي الشخصية دي من اولها لاخرها. فمن غير كلام كتير يلا نبدأ. طب اول حاجة نبدأ بيها وهي تعريف الشخصية. شخصية مون نايت، الشخصية دي تعتبر هي باتمان بس بتاع عالم مارفل. بس كده انا شرحت لك الشخصية. وبالنسبة للناس اللي هتيجي تقول لي ان هي كده شركة مارفل بتسرق شخصيات من دي سي، هقول لك برضو ما هي دي سي بتسرق برضو افكار وشخصيات من الشركة بتاعت مارفل، فالاتنين قاعدين بيسرقوا من بعض، او ممكن زي ما احنا بنقول بيتبادلوا افكار وشخصيات وبيحطوها في العالم بتاعتهم. فالحوار ده احنا مش عايزين نتعمق فيه، بس دي حاجة معروفة جدا. فمن الاخر كده ده يعتبر عامل زي باتمان. عندنا الشخصيه الاساسيه اسمها مارك سبيكتور، وده يعتبر واحد من المرتزقه، وفي مره من المرات اتساب ميت في صحراء وتم احياؤه مره تانية عن طريق اله القمر اللي هو اسمه كونشو. ولما رجع للحياه تاني بقى هو قبضه الاله دوت اللي هو يقدر بيها انه يحمي الناس اللي هي بتسافر بالليل. وركزوا حوالين الجمله دي كويس. واهم حاجه برضو بيعملها مون نايت ان هو بيحقق العداله. وبالله في المسلسل دوت برضو ان هو مارك سبيكتور الشخصيه الاساسيه يعتبر شخص عنده انفصام، وده بيوضح في خلال الاعلان وهتشوفوه برضو في التحليل. وده خلاه في المسلسل وعلى حسب الكوميكس برضو ان هو يستخدم كذا هوية تانية زي هوية المليونير ستيفن جراند وسواق التاكسي جاك لوكلي. ويعتبر مخرج المسلسل ده هو مخرج مصري اسمه محمد دياب، والمونتير اللي هيعمل الحلقات بتاعت المسلسل هو احمد حافظ، والاتنين دول مصريين. وبرضه احمد حافظ دوت هو يعمل مونتاج بس مش لكل حلقات، هو يعمل مونتاج للحلقة التالتة والرابعة. وكمان المخرج محمد دياب يعتبر في ناس برضه هتخرج معاه، وهم المخرجين جاستن بينسون وارون مورهيت. والمسلسل ده يعتبر هو اول اعمال مارفل السوداويه حسب ما اتقال، وحسيت ساعتها ان هو فيه ريفرنس على سبايدر مان، لان لو تفتكروا الاخبار اللي اتقالت حوالين سبايدر مان او الثلاثيه الجديده بتاعه توم هولاند اللي هي بعد سبايدر مان نو هوم ان هي هتكون برضو سوداويه. والمسلسل يعتبر هو من بطوله اوسكار اسحاق اللي عمل الدور بتاع سبايدر مان 2099 في سبايدر مان انتو سبايدر فيرس، وعمل برضو الشخصيه بتاعه ابوكاليبس في الفيلم بتاع اكس مان. ودلوقتي هنحلل الاعلان. لازم كلنا نبقى عارفين ان الاغنيه اللي هي شغاله في الباك جراوند تعتبر هي الواحد اسمه كيت كودي، والشخص ده من خلال الاغنيه دي بيعاني ساعتها انه قاعد بيشوف حاجات وبيتخيل حاجات مش حقيقيه من صنع عقله يعني. وده نفس اللي احنا بنشوفه في الاعلان ونفس برضه اللي احنا بنقوله في التحليل. عندنا الاعلان بيبدا بمارك سبيكتور وهو تقريبا ساعتها بيبقى منتهى لشخصيه المليونير اللي اسمه ستيفن جراند اللي لسه متكلم عليه من شويه، وعلى شماله بالله الموبايل وهو مشغل عليه موسيقى بس اللي هي بتساعد على النوم. وبيبقى ساعتها بيلعب بالمربع اللي هو بتاع الالوان اللي اسمه ريوبكس كيوب، ولابس ساعتها تيشرت ابيض، وده يعتبر ريفرنس على الشخصيه بتاعت مون نايت. ولو تلاحظوا برضه هتلاقي في المربع دوت ان هو يعتبر الاجزاء اللي قربت ان هي تكتمل هي الاجزاء البيضاء، ودي برضه ريفرنس على مون نايت. بنشوف بعد كده المشهد بتاع الباب المحطوط عليه اكتر من قفل، وبيبقى برضه مع الاقفال دي محطوط لازقه بالطول. طب بالنسبه للاقفال، وعارفين ان الاقفال ده عشان تقفل الباب، اما بقى بالنسبه للزقه اللي هو حطها بالطول فدي عشان يعرف حاجه واحده، واللي هي هل في حد دخل البيت ولا هو اللي خرج من البيت. يعني ما انا صح عايز يعرف هو اللي بيقوم من نومه بعد كده بيخرج بره الشقه وبيقتل الناس وبيضرب الناس والكلام ده كله بعد كده يرجع تاني، ولا في حد من بره هو اللي بيعمل المشاكل دي ويجي يدبسها فيه هو. وبنلاقي برضو انه في مشهد تاني ان هو ساعتها بيربط فيه رجله بقفل اللي هو معمول بارقام بحيث ان هو ما يقدرش يفك الارقام دي الا هو صاحي، وكل ده عشان يقدر ان هو يحمي نفسه من الانفصام بتاع مون نايت. لان زي ما احنا سمعنا الكلام اللي كان قاعد بيتقال ان هو الانفصام دوت مخليه ان هو مش عارف الفرق بين الحلم وبين الحقيقه، وده يعتبر ريفرنس ان هو فعلا في انفصام. والريفرنس الاكبر من كده ان هو في ثلاث شخصيات بيظهروا او هو بيبقى في انعكاسين تانيين جنبه. في المشهد اللي بعديه على طول بنلاقي انه بيصحى من النوم وهو مفزوع وكانه حلم بحاجه مش حلوه او كابوس يعني، وزي ما لسه قايل من شويه هو بيبقى رابط رجله، وبنلاقي برضه ان هو حاطط رمل حوالين السرير بتاعه، والرمل ده على شكل الهلال بتاع القمر اللي هو اللوجو او الشعار بتاع مون نايت. وبالنسبه للرمل فهو حاطه عشان يقدر ان هو يشوف اثار الاقدام اذا كان هو مثلا قام من النوم او مثلا في حد يجي جنبه ولا حاجه، فيقدر ان هو يعرف اذا كان في حد بيجي له او مثلا هو اللي قام من نفسه. والحركه دي بتحصل كتير واظن ان انتوا عارفينها من زمان، سواء من افلام كرتون او من قصص الرعب الحقيقيه بتاعت مطارده الاشباح. وفي نفس المشهد برضو بنلاقي ان هو في كتاب محطوط على المكتب، والكتاب ده باسم مغامرات الروح، وده يعتبر كتاب ممكن انت برضو تشوفه على امازون. يعتبر من الاخر كده بيتكلم عن الروح وعلاقتها بالجسم وعن الحاجات يعني اللي بتخص الروح وكده. فهو تقريبا كان بيستخدم الكتاب دوت عشان يفهم المشكله اللي هي قاعده له، اللي هي المشكله بتاعت الانفصام، ان هو بيبقى نايم وبيصحى يلاقي ان هو عامل مشاكل وقتل ناس وضرب ناس والكلام ده كله. ولو انت ركزت في المشهدين دول فهتعرف انه في اختلافين. اول اختلاف واللي هو انه قبل ما ينام كان لابس تيشيرت ابيض وبنطلون لونه اخضر، وده اللي احنا شفناه في المشهد دوت، بيبقى لابس تيشيرت لونه اخضر او رمادي تقريبا، والبنطلون هو نفس البنطلون الاخضر. فده بيقول لك مثلا هل الكلام ده حصل في الليله الثانيه، يعني مثلا هو نام النهارده وصحي ثاني يوم لقى نفسه ان هو لابس التيشيرت الاخضر او الرمادي ده عشان هو مش باين قوي، ولا دي ليله ودي ليله ثانيه، يعني مثلا ده يوم السبت وده يوم الخميس فهو غير في خلال الفتره دي. فالنقطه دي مش واضحه. وغير كده برضو لما هو بيجي عشان ينام على السرير في حاجه كده لاحظتها حلوه، والحاجه دي اللي هي المخدات اللي هي وراه. لو انت ركزت على المخدات دي فانت هتلاقي فيها شويه اختلافات. يعني مثلا اللي لاحظته في المشهد دوت ان المخده اللي هو كان نايم عليها كان لونها ازرق او اخضر تقريبا. المهم يعني ان هو كان فوقها مخده بيضه من ناحيه الطرف، ومن ناحيه الطرف الثاني كان في واحده بيضه برضو بس تحتيها، يعني الزرقاء دي كانت ما بينهم. وفي المشهد اللي بعديه بنلاقي ان المخده البيضه هي اللي بقت فوق المخده الزرقاء، والمخده اللي على اليمين تعتبر هي مش موجوده اصلا. فده ما اعرفش هل في اليوم الثاني على طول
طول ولا في يوم تاني من ايام الاسبوع. بنشوف بعد كده مشهد سريع مكتوب فيه على الحيطه Every night lonely، ودي معناها كل ليله لوحدي، وده تقريبا ريفرنس على الكلام اللي انا قلته في اول الفيديو انه يعتبر مون نايت يعتبر هو هيحمي الناس اللي هي بتسافر بالليل، وده برضه ممكن يكون ريفرنس على انه نفس اليوم دوت او نفس الحلقه دي يعني هتبقى اول ظهور لمون نايت في المدينه. يعني الاخر ده اليوم اللي المدينه هتعرف فيه انه في شخصيه اسمها مون نايت وهيشوفوها ساعتها فعلا. وبعديها على طول بنلاقي انه في مشهد تاني بيظهر فيه الاوتوبيس، وبنلاقيه ساعتها انه جوه الاوتوبيس قاعد بينام على الناس. ولو تركزوا هنا هتلاحظوا تقريبا انه نفس الاوتوبيس ده هو نفس اللي كان موجود في الاعلان التشويقي اللي نزل في اليوم بتاع ديزني بلس، واللي نزلته هنا برضو على القناه مع الاعلان بتاع شي هالك وميس مارفل. وبالنسبه للجوانتي اللي هو كان لابسه في ايده فده تقريبا ريفرنس على ان احنا ممكن نشوفه بالبدله بتاعه الكوميكس قبل يعني ما نشوفه بالبدله الاصليه بتاعته. بنشوف هذا كده مشهد لمارك وهو داخل مكان، والمكان ده هو يعتبر معرض قومي للفن، وفي يعني من الاخر شويه تماثيل وحاجات كده اثريه موجوده جواه. ومن بره بنلاقي انه في اعلانات مكتوب عليها مصر القديمه، والمهم برضو اللي احنا بنعرفه انه المعرض دوت موجود في لندن، وهو نفس المتحف او نفس المعرض اللي كان موجود في الفيلم بتاع ايترنالز في البوست كريت سين لما دون وايت مان كان بيمسك السيف، وسمعنا ساعتها الصوت بتاع بليد. وبعد ما نسمع الصوت بتاع بليد بنعرف ان هم بيحضروا للفيلم بتاع ميد نايت سانز. وكده كده انا مش هحلل الفيلم دوت لان الفيلم زفت زي كل الناس ما قالت، وانا ذات نفسي قلت برضه ان الفيلم مش عاجبني، فعشان كده مش هضيع وقتي وضيع وقتكم ونشرح حاجه ملهاش اي 60 لازمه. الفيلم موجود ممكن تتفرج عليه على اساس ان هو اي فيلم او اي حاجه تبع شركه نتفليكس وخلاص، مش تبع عالم مارفل كمان، وما تهتمش بحاجه غير البوست كريت سين. بنشوف جوه المتحف دوت ان هو في تماثيل كتير قوي لمصر وشويه اهرامات وحاجات كتير قوي تخص التراث المصري والفراعنه والكلام ده، وبيبقى في واحده موجوده هناك بتنادي ساعتها بستيفي، وهو بيقول لها ان هو اسمه ستيفن مش ستيفي، وبيكلمها وهو مش باصص لها وكانها مثلا عرفت حاجه عنه وهو قاعد بيتهرب منها. وبنلاحظ برده ان هو من ضمن العلب الموجوده في المشهد في علبه مكتوب عليها كتاب الموتى، والكتاب ده المفروض كتاب قديم فيه تعويذ وفيه سحر وحاجات كده قديمه بتخص الفراعنه، وتقريبا برده للتواصل مع الناس اللي هي موجوده تحت الارض. بس اهم حاجه ممكن احنا نقولها دلوقتي انه الكتاب ده يعتبر عامل زي دارك هولد، وكده هيتقدم لنا في المسلسل بتاع مون نايت. بنشوف بعد كده ماركو وهو موجود في مكان شبيه بمخزن، والمكان ده مليان كل كتب، وبيبص في المرايه بيلاقي الشخصيه بتاعت مون نايت بتظهر ساعتها، ووراه على طول في ضوء ابيض، وده يعتبر ريفرنس انه ممكن يكون الضوء الابيض دوت هو نفس الضوء بتاع القمر، لان احنا عارفين ان مون نايت يعتبر الرمز بتاعه هو القمر. ثم بعد كده بنلاقي الاله كونشو بيظهر بمنظر مرعب، وبيحاول ساعتها مارك ان هو يهرب منه وبيجري وراه ساعتها لحد الاسانسير. وبعد كده بنلاقي ان هو بيتحول لواحده عجوزه او بتظهر واحده عجوزه، وبيبان يعني الكلام ده ان هو كان توهمات او مثلا حاجات هو تخيلها في دماغه. ويعتبر في المشهد بتاع الاسانسير في ريفرنس جامد جدا وهيعجبكم كلكم، وده يعتبر احلى ريفرنس شفته لحد دلوقتي. الريفرنس دوت موجود على يمين الاسانسير على شكل ستيكر، وهو ريفرنس لجوست رايدر، وهو عباره عن جمجمه مشتعله واكيد ملهاش اي تفسير ثاني غير جوست رايدر فعلا. وانا كده حاسس ان هو فعلا بشكل هنلاقي في الفترة اللي جاية الفريق بتاع ميد نايت سانز بيتجمع وبيظهر، كان بدايته بليد وبعد كده وايت مان وعندنا دلوقتي مون نايت، فكده الفريق قاعد بيتجمع. بنشوف بعد كده في مشهد تاني وهو بيبص للمرايه وبيبص لنفسه ساعتها، وبعدين بيجي عشان يمشي. لما هو بيجي عشان يمشي الانعكاسات بتاعته بتفضل موجوده، وده يعتبر ريفرنس على الانفصام اللي هو عنده. وكمان برده هما لما بيجوا عشان يبصوا عليه بتبقى حركتهم بطيئه عن بعض، يعني الانعكاس الاول يعتبر اسرع من الانعكاس اللي وراه، والانعكاس اللي وراه يعتبر ابطا منه. وبنلاقي برده انه في خيال تحت رجله، والخيال ده بيختفي برده بعد ما هما بيمشي. وبنلاقي برده في ثلاث تماثيل موجودين على الشمال، والتماثيل دي بالترتيب كالتالي: اللي على الشمال يعتبر هو الاله رع اللي هو اله الشمس، واللي في النص يعتبر الاله اوزوريس اللي هو اله البعث والحساب، واللي على اليمين الاله انوبيس اللي هو اله الموت. وبالله برضه انه في تمساح يعتبر موجود تحت الشاشه، وانا ما اعرفش التمساح ده هل ليه حاجه مهمه ولا لا، لان على حسب الفيديو اللي انا شفته بتاع التريلر رياكشن بتاع الرياكشن اللي هم عملوه على الاعلان اللي هم الممثلين بتوع المسلسل ذكروا بالظبط اتنين ريفرنس. الريفرنس الاولاني لما هم قالوا ساعه التمساح، والريفرنس الثاني اللي هو الشكل الهرمي وقالوا ساعه هرم لما هو مسك التليفون والمفتاح. وبعد كده فعلا بنروح للمشهد دوت اللي هو بيمسك فيه التليفون، والاغنيه ساعتها بتبقى قاعده بتقول هولد ذا فون، وفعلا بيمسك برضه المفتاح زي ما انا لسه قايل، وما نعرفش المفتاح ده بتاع ايه. وبالله انه فعلا في رقم اتصل عليه غريب او غير محدد الهويه يعني. وتقريبا في المشهد اللي بعد كده بنلاقي ان هو تقريبا شحن التليفون وبيجي عشان يتكلم فيه، في واحده بترد عليه وبتقول له مارك، وهو ساعتها بيستغرب اللي هو ازاي انت عرفت اسمي وعرفت الهويه الحقيقيه بتاعتي. وده فعلا ريفرنس جامد على انه كان منتهى شخصيه كذا واحد، وان هو لحد اللحظه دي يعتبر ما اتعاملش بالشخصيه الحقيقيه اللي هي بتاعت مارك. وتقريبا اللي بيتكلموا دي اسمها لايلا ميلر، وده على حسب الكوميكس تقدر ان هي تحيي الموتى، وكان ليها علاقه يعني بالاكس مان، وكانت برده بتساعد الابطال في الكوميكس. بنشوف بعد كده ممثل ايثان هوك وهو بيلعب الشخصيه بتاعت ارثر هورو او هارو مش هتفرق، وتقريبا هو الفيلم بتاع المسلسل دوت. وارثر ده على حسب الكوميكس كان دكتور بيعمل تجارب على الناس، وتقريبا كده عشان ما يخليهمش انهم يحسوا بالم، حاجه كده حسيتها وانا قاعد بقرا ان هي عامله زي فرانسيس اللي كان موجود في الفيلم بتاع ديد بول، وكان برده بيعمل عليهم تجارب زي بتاعه النازيين. واللي يهمنا دلوقتي ان هو كان في المانيا، واول ما الناس ما شافته كلها انحنت ليه، ودي حاجه كده برده عامله زي المشهد بتاع لوكي في الفيلم بتاع افنجرز 2012. وبيبقى الحدث ده في المانيا زي ما انا لسه قايل، وده باين من طريقه الكلام اللي هي موجوده على العربيه واسم المحل اللي وراه. وبيبقى برده معاه شخصين، الشخصين دول ماسكين اسلحه
بتاعها وقاعدين مدافعين عنه او بيراقبوا له المكان، يعني زي ما احنا بنقول عصابه مثلا او حاجه زي كده، لان لحد دلوقتي الكلام ده متاكدش ان هو فعلا الفيلن. المهم انه الاثنين دول لابسين نفس اللبس ونفس اللون الاحمر برضو اللي نفس الدكتور لابسه. ولما كل الناس ما بتوطي للدكتور دوت، مارك بيبقى هو الوحيد اللي بيفضل واقف، وعلى حسب التيزر تريلر مارك المفروض ان هو بيضرب كل الناس اللي واقفه، وتقريبا هنا هياخد العربيه اللي هي مكتوب عليها بالالماني دي وهيجري بيها. بنشوف بعد كده مارك وهو قاعد بيكسر المرايه، ثم بعد كده بيجي يقعد على الارض والانعكاس بيبقى لسه قاعد بيبص له، بيبقى لسه موجود يعني. وتقريبا ساعتها على حسب اللي انا حاسه ان هو ممكن يتكلم مع الشخصيه بتاعت مون نايت لاول مره في المسلسل، وده ممكن يحصل زي المشهد بتاع ايدي بروك في الفيلم بتاع فينوم 1 لما هو كان شاف فينوم لاول مره في الازاز برده بتاع العربيه. بنشوف بعد كده الدكتور بيجي يقول لستيفن او مارك ان هو جواه فوضى، وبيبقى هما الاثنين موجودين في المتحف اللي ظهر في اول الاعلان ده لحد دلوقتي على حسب اللي احنا شفناه. وهنا بنعرف انه بشكل ما الدكتور ده عارف ان هو مارك عنده قوه او حاسس بيها، او ممكن احتمال ثالث وان هو لما مارك ضرب كل الناس اللي كانت واقفه في المشهد الاولاني يعتبر الدكتور ده جاله في المعرض بتاعه او المكان يعني اللي هو شغال فيه عشان يقدر مثلا هو يستغله او يكسب القوه بتاعته دي. احنا لحد دلوقتي قاعدين بنتكلم بطريقه احتمالات لان لحد دلوقتي ما فيش اي تسريب ولا حاجه رسميه نزلت. بالله بعد كده مارك قاعد بيصرخ وبيضرب نفسه قدام شخص كده مش باين هو مين، والشخص ده ممكن يكون هو نفسه وهو متخيل الكلام ده مثلا جوه عقله، او ممكن يكون هو شاف الكلام ده قدام مرايه او اي حاجه يعني من الحاجات اللي هو قاعد بيتخيلها دي، او ممكن يكون وهم يعني من الاخر. وده برده ممكن يكون ريفرنس على الانفصام برده اللي عنده، الاعلان كله قاعد بيعمل ريفرنس على نفس النقطه. بعد كده بنلاقي انه راكب عربيه اللي هي نفس العربيه اللي انا اتكلمت عليها من شويه اللي كان مكتوب عليها بالالماني، واتخض لما لقى في ايده مسدس، والعربيه ساعتها الازاز بتاعها بيبقى مكسور، وبيبقى في واحد مات في العربيه من ورا، والشخص ده بيقع وبيظهر وراه عربيتين وقاعدين ماشيين ورا نفس العربيه اللي مارك ركبها وقاعد بيجري بيها. والناس اللي بتبقى موجوده في العربيه دي سواء في العربيه الاولى او الثانيه بيبقوا لابسين نفس الهدوم اللي احنا شفناها من شويه بتاعت الاشخاص اللي هم كانوا بيحرسوا الدكتور، واللي هو برده نفس اللبس اللي الراجل اللي بيقع بيبقى هو برده لابسه. وبنشوف بعد كده مارك وهو بيقع من العربيه، وتقريبا ساعتها في المشهد دوت هنلاقي ان هو بيتحول لمون نايت عشان يحمي نفسه او يحمي الشخص اللي هو اسمه مارك. وبرده افتكرت الحركه دي بنفس الحركه بتاعت فيلم فينوم لما كان فينوم بيلحق ايدي من قبل ما هو ما يقع، وتقريبا هنشوف حاجه زي كده في العالم بتاع الام سي يو في المسلسل بتاع مون نايت. بنشوف بعد كده مشهد ومارك ساعتها بيبقى جوه معبد او جوه هرم من الاهرام دي، وغالبا ممكن يكون الهرم الكبير اللي هو ظهر برضه في نفس الاعلان، وده يا اما فلاش باك او ده ممكن يكون هو اول المسلسل. بنشوف بعد كده مشهد لمارك وهو قاعد بيجري، وعلى الارض ظهر الظل بتاع الهلال بتاع القمر اللي هو برضه ريفرنس على مون نايت. وبالله بعد كده مشهد ليه وهو موجود في حمام والبدله بتاعت مون نايت بتظهر او بيلبسها يعني بمعنى صح. بس هنا في نقطه حلوه واللي هي وهو قاعد بيلبس البدله بتاعت مون نايت هو بيلبسها في ناحيه معينه، اما بالنسبه للمرايات والانعكاسات اللي هي موجوده فهو ظاهر زي ما هو مارك ولا كانه قاعد بيغير البدله ولا كان في اي حاجه بتحصل له، وده برده ريفرنس المره مليون على الانفصام اللي عند مارك. ثم بعد كده بنلاقي في مشهد تاني وهو قاعد بيتحول لمون نايت بس بره المتحف، وفي نفس المشهد دوت بنلاقي انه في حد تقريبا باصص عليه ما نعرفش دوت شخص ولا تمثال ولا انسان يعني بشكل عام. بنشوف بعد كده مون نايت وهو في نفس المكان اللي هو اتحول فيه اللي هو تقريبا كان حمام موجود في المتحف، وبيضرب كائن كده غريب، وتقريبا ده على حسب ما اتقال ممكن يكون هو انوبيس اللي هو الاله اللي انا اتكلمت عليه من شويه. ولو في حد قرب بين المشهد دوت والمشهد اللي هو نزل في الاعلان التشويقي فتعرفوا ان المشهد دوت يعتبر فيه الشخصيه او الكائن اللي مون نايت قاعد بيضربها، والكلام ده مظهرش في الاعلان التشويقي. ثم بعد كده بيظهر لنا مون نايت وعلى صدره هلال، والهلال ده تقريبا هو سلاحه اللي هو بيستخدمه على حسب البوستر الرسمي اللي هو يعتبر نزل المسلسل دوت. وبالمناسبه برده موعد عرض المسلسل ده هيبقى يوم 30 مارس 2022. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو هات لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش. وبيس.